بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الشباب في كل مكان برحب بيكم وحلقه جديده وشباب على نت. النهارده مشاهدينا الكرام حلقتنا ليها يعني شكل خاص او طابع خاص. اولا يعني بنحاول ان احنا نقدم فكره جديده ونقدم مثال يحتذى به في مجال التكنولوجيا المعلومات والنظم او البرمجيات. النهارده مشاهدينا الكرام قبل ما نبدا حلقتنا بنفكركم بمواقع التواصل معنا او صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر و ايضا مشاهدي الكرام مع بريد البرنامج على الياهو شباب على النت @yahoo.com وايضا تليفوننا اللي هيظهر على الشاشه مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. بنحاول من خلاله ان احنا نتواصل مع ضيفنا الكريم واللي عنده تساؤل من الشباب عايز يساله احنا تحت امره ويسعدنا ان احنا نجاوب على هذه التساؤلات. بنبدا حلقه النهارده مشاهدي الكرام بفاصل قصير تعالوا بينا نشاهده ثم نبدا حلقه النهارده. اهلا بكم من جديد ونبدا حلقه النهارده زي ما قلت لحضراتكم يعني عنواننا الاساسي في الحلقه الابتكار والاختراعات او البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. كلنا بنفكر في هذا الموضوع وازاي يبقى الشاب يعني في سنه ثالثه كليه. مثال النهارده اللي هنطرحه على حضراتكم وشرفنا وجوده ونستضيفه النهارده في برنامجنا بنرحب نقول المهندس المبرمج مهندس مصطفى صقر طالب بكليه الحاسبات والمعلومات جامعه بني سويف. ومش كده وبس، ده حاصل على المركز الثاني في مسابقة البرمجيات على مستوى جامعات مصر عام 2014 وأمين اللجنة العلمية بجامعة بني سويف للسنة الثالثة على التوالي. اسمحوا لي نرحب بضيفنا الكريم باشمهندس مصطفى. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا. الله يخليك. يعني دايما اسمحوا لي مشاهدي الكرام وأنا ببدأ حواري مع حضراتكم بقول يعني بيت الشعر اللي كلنا حافظينه وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالرجال فلاح. وبالتأكيد الأمثلة والنماذج الموجودة عند الشباب مش مفتقدينها ولا حاجة، والدليل عندنا ما زال طالبا بالجامعة ولديه ابتكارات وحاجات جميلة جدا. أنا يعني مبسوط جدا أنه موجود معايا النهاردة في شباب على النت. مصطفى نقول سؤال دايما بيطرح نفسه، الموهبة ولا المجموع ولا الحب اللي ساءك ودخلك كلية الحاسبات والمعلومات؟ هما الثلاثة يعتبر، بس كان في تحديات كتيرة ان انا ادخل كلية حاسبات ومعلومات. ان احنا في الصعيد عندنا الكلية مش منتشرة قوي، كله هندسة هندسة طب. بس الحمد لله قررت واخدت قراري واهلي في البيت ساعدوني على القرار ان انا اكمل في حاسبات ومعلومات. جميل. انت بدأت قبل ما تدخل لكلية الحاسبات والمعلومات كان عندك دورات خاصة بيك؟ يعني بتاخد دورات في الكمبيوتر وعشان كده حبه، ولا كان يعني استعمال يوزر شخصي وخلاص؟ لا هو كان استعمال للنت عادي واستعمال الكمبيوتر مش اكتر، لكن ما كانش فيه كورسات قبل كده اخدتها ولا دورات اخدتها قبل الكليه. جميل. وطبعا احنا بنذكر يعني مشاهدينا الشباب الكرام التليفون موجود على قدام حضراتكم على الشاشه، اللي حابب يتواصل مع مصطفى نرحب بيه واهلا بيه مداخلته معانا. وارجع لضيف الكريم مصطفى ونقول اول ما دخلت كليه الحاسبات والمعلومات في بني سويف، انا متهيألي انت قلت لي انا بنتقل او انتقلت قبل ما نتكلم نوصل على الهواء بين اكثر من كليه حاسبات ومعلومات. انا كنت في الاول تنسيق جابني حاسبات اسماعيليه، كملت فيها شهر ما استريحتش هناك، ما لقيتش نفسي هناك. انا من المنيا اساسا، حولت على المنيا طبيعي، قعدت في المنيا برضو حوالي شهر برضو ما لقيتش المستوى اللي انا عاوزه. كنت بدور على علم وبدور على اصحاب، ما لقيتش نفسي في المكان ده. رحت رايح بني سويف. حاولت على بني سويف، كان التحويل متاح ساعتها. حاولت بني سويف، الحمد لله لقيت ستاف كويس، دكاتره كويسين، واصحاب كويسين، واداره الجامعه كانت كويسه. انت جاوبت على التساؤل اللي كنت هقول لك ايه الاختلاف؟ حسيت ان انا وسط اهلي، مش ما كانش في فرق ما بين دكتور وما بين طالب، كلنا كنا بنتعامل كاسره واحده، كلنا كعلاقه واحده. الدكتور بالنسبه لنا كان اخ كبير،
كل الدكاترة هناك كانوا بيعاملونا معاملة أصدقاء، مش معاملة دكتور وطالب. منين ما بنحتاجه في الليل قبل النهار بنلاقيه، بنحتاجه في الكلية، بنحتاجه نكلمه على الموبايل، نكلمه على النت. ما كانش في أي مشكلة بالنسبة لنا ما بين إدارة الكلية جميعا، من العميد للدكاترة لأقل حد في الكلية عندنا. المعوقات اللي شفتها في كليات الحاسبات والمعلومات اللي انتقلت ما بين أكثر من كلية فيهم، المعوقات اللي قابلتك؟ المعوقات إن برضه المستوى التعليمي بيبقى أفضل في القاهرة، في جامعات القاهرة، سواء عين شمس وجه أو بحر. القاهرة، فواجه بحري عندك. دي حاجة. تاني حاجة بيبقى في فجوة ما بين الدكتور وما بين الطالب، أو المعاملة ما بينهم ده بتبقى عندنا ولا مش عندهم؟ فريندلي. دي عامة كانت زمان أو في الفترة دي في معظم جامعات مصر، بس الفترة الأخيرة الحمد لله كل الدكاترة اللي قابلتها في بني سويف كانت معاملة أصحاب، مكانتش معاملة دكتور. جميل. يعني بتشوف ان المساله تغيرت واصبح استاذ الجامعه قريب قوي من تلامذته، لان جميل جدا ان استاذ الجامعه يبقى متواصل مع، في يعني كوميونيكيشن كده بينه وبين الطلبه، بحيث ان هو تواصل معاهم، يعرف مشاكلهم، يجاوب على تساؤلاتهم، حتى في نوع من الود بينه وبينهم. ده شفته موجود في بني سويف؟ ده شفته. يعني احنا عندنا من سنة أولى كان حصل وفاة والد واحد زميلنا، كل الدكاترة عندنا بمفهوم العميد كلهم راحوا وعزوا، لحد ما كانوش بيسيبونا في الفرح، في الزعل، في التعليم، كانوا معانا في كل مكان. جميل. يعني بحب برضه أوجه الشكر ليهم كلهم واحد واحد، دكتور كريم، الدكتور حمدي، الدكتور حاتم، الدكتور دعاء، الدكتور عبد الرحيم، عميد الكلية الدكتور أبو العيلة، والعميد السابق برضه الدكتور بهاء، كلهم الحمد لله ليهم فضل عليا كتير. استشعرت ان هم كأهلك بالظبط، والدك ووالدتك. كانوا اهلي وكانوا اصحابي وكانوا دكاترتي، كنا بنطلع مع بعض ونخرج برضه، وكنت بسافر معاهم، ما كانوش بيأثروا معانا في حاجة خالص. يعني طيب، يعني حاجة جميلة جدا، صورة مشرفة بنقدمها لحضراتكم النهاردة من خلال شباب على النت. واحنا بنشكر يعني الزميل وائل على ضيفه الكريم استاذ مصطفى، او الباشمهندس مصطفى طه. عايز ارجع واقول اول حاجة بقى، عايز اتكلم عن بدايتك مع البرمجيات. يعني انا سألتك في بدء الحلقة، قلت لك كان ليك دورات خاصة بيك انت قبل الكلية، قلت لي لا. فانت بدأت مع بدايتك مع كلية الحاسبات والمعلومات. كل الطلبة اكيد عندكم بالالاف، ما هم مش زي مصطفى، ربنا سبحانه وتعالى يحافظ عليك، لكن ما هم خدوا او حازوك واصبح ليهم نفس براعتك ونفس ابتكاراتك، ما عندهمش مكان خاص بيهم زيك. لكن انت فكرت وبدات تصعد السلم، يعني خطوه خطوه. بدايتك كانت ايه؟ بدايتي كانت ايه؟ اولا حابة انوه برضو ان في طلبه كتير في حاسبات ومعلومات كويسه جدا ومستواهم عالي بسم الله ما شاء الله. تاني حاجه بدايتي لما رحت اسماعيليه قابلت اصحاب هناك ساعدوني، ولما جيت المنيا برضو في ناس وقفت جنبي، وفي بني سويف بدايته كلها او تعليمه كله كان عن طريق الانترنت. كنت بستخدم الانترنت في ان انا اتعلم، سيلف ستادي، ما كنتش بحب اخد كورسات او ان انا اروح علمت مكان نفسك؟ معين، اتعلم نفسي بنفسي من كذا مصدر، من كله، من على النت، من مواقع أجنبية أو من مواقع عربية، من كورسات، من دكتور بيساعدني. طب كنت بتترجم على جوجل ولا كنت بتترجم، يعني كان انت عندك لغة كويس؟ اللغة يعني بتبدأ خطوة خطوة، اللغة من كتر سماع الفيديوهات أو من كتر قراءة الكتب في الأول بتبقى بتترجم، أو لما بتسمع فيديو بتقعد تستنى أو تسمعه بطيء شوية، أو لما تقرأ كتاب بتقعد تترجم. صحيح. مرة ورا مرة ورا مرة خلاص بالنسبة لك بيبقى سماع الفيديو إنجلش أو تقرأ من كتاب مفيش مشكلة خالص. بتتعرف على فتطور المعلومات. واحدة واحدة. طب ايه الاختلاف اللي انت شفته؟ يعني بدايتك مع البرمجيات كانت بالتاكيد في صعوبه. ايه الصعوبات اللي قابلتك في عالم البرمجيات لما بدات تدخل فيها؟ أول حاجة إن في عندنا اللي بيبقوا داخلين حاسبات بيبقوا مثلا ما طلعش هندسة على نص درجة أو على درجة، فبيبقى داخل مش حابب المجال، مش حابب الكلية، فبتلاقيه في الأول مثلا أو في أول سنة أو كاره الكلية ومش حابب المجال ده، أهو حاجة بيدرسها وخلاص. صحيح. لكن في ناس تانية بيبقى مثلا عنده هواية أو عنده خلفية عن المجال أو دخله كحب، فهو ده اللي بتبقى الدنيا معاه تمام، بيحب الموضوع، بيحب المجال. جميل. طبعا انت يعني اتكرمت او اتكرمت عفوا في اكثر من مكان. يعني اذا يعني كان وقت برنامجنا بيسمح، خد مصطفى طبعا كرم في المركز الاول في في جامعه بني سويف، حصل على المركز الاول وحصل على المركز الثاني على الجامعات المصريه كلها، مكرم من احدى الشركات العالميه الكبيره جدا، او يعني نقدر نقول شركه كبيره جدا في مجال البرمجيات، وهي الاساس في كل البرمجيات الموجوده في الكمبيوتر. عندنا مكرم ايضا من الشباب والرياضه في اكثر من مجال، وعندنا ايضا مكرم من هذه الشركه للمره الثانيه مايكروسوفت. عايز ارجع ليك يا مصطفى واقول اول حاجه بدات تلفت نظرك ان يبقى ليك شغل في البرمجيات ايه؟ اول حاجه بدات تلفت نظري
استخدام الانترنت والدنيا ديت بيشتغل ازاي، ايه الحاجات دي، طب احنا ايه دورنا، طب احنا عملنا ايه، او الدولة بتعمل ايه، او الشباب بتشتغل الحاجة دي ازاي. حاجة مريحة وحاجة كويسة، حاجة بتعلمنا ازاي نفكر، بتعلمنا ازاي ننتج وازاي نخطط لحياتنا. يعني ما ضيعتش وقتك في مشاهدة الأفلام، في مشاهدة كل الناس عندها إنترنت، وطبعا دي رسالة بنوجهها من خلال شباب على النت لكل اللي بيشوفنا النهاردة. مش هيش حلقة عظة والله ولا حاجة، ولكن يعني بصراحة النموذج الموجود قدامنا نموذج مشرف جدا، استغل وقته بشكل جيد جدا واستفاد، وربنا سبحانه وتعالى يحافظ عليه. يعني كان ليك بعض نقول النماذج اللي أنت بدأت تفكر فيها، يعني اتعلمت إزاي تبرمج، لغة البرمجة لازم حد يشرحها، يعني أنت خدتها في كلية ما درستهاش بشكل شخصي، لغة البرمجة بالذات. انا خدتها في الكليه، بلاص على كده الكليه بتدي الاساس، يعني الكليه ما بتديش كل حاجه، مفيش وقت ان هم يدوك كل حاجه. انت بتاخد الاساس بتاعك، بس لازم تطور نفسك، لازم تنمي نفسك. طورت نفسك ازاي يا مصطفى في لغة البرمجيات وهي صعبة وانت تعلم ذلك؟ طورت نفسي عن طريق اصحابي برضو، عن طريق الدكاتره ان انا استغلهم وقت بعد الكليه، عن طريق الانترنت برضو، عن طريق مواقع تانية كتير، ان انا استغل الوقت ده. انا عندي اليوم كله فاضي، بروح الكليه مثلا من 9 ل 3، بقى اليوم انا عندي فاضي، اضيعه ان انا اقعد اسمع افلام واغاني، وان انا اخرج مع اصحابي، ولا اضيعه ان انا اتعلم حاجه جديده. وتعلمت الحمد لله حاجة جديدة. أول حاجة فكرت إنك تعملها في البرمجيات إيه؟ اول حاجه ان انا فكرت اعملها، انا بحب المجال ده، او بحب ان انا اصمم برامج، لان بتحل مشكله، تبقى في عندنا مشكله، او في عندنا حاجه كمستخدم عاوز يحل المشكله بتاعته، فبشعر بالفخر وبشعر بالسعاده لما احل مشكله حد، او اعمل برنامج الناس تستخدمه، والاقي ان هو حل مشكلتهم وساعدهم في حاجه في حياتهم. فهو ده الهدف الاساسي عندي. انت عارف طبعا يعني من ضمن الاغنياء اللي في العالم، يعني راجل كان انسان عادي جدا جدا ولكنه اخترع او يعني صمم برنامج لفيسبوك واشتروه منه، اصبح من الاثرياء العالمين. يعني مات عالم البرمجيات عالم جميل جدا جدا، ممكن انسان يصبح ثري في ثواني قليله. فعايز اقول لك ليه احنا دايما عندنا كعرب بالذات، احنا عندنا دلوقتي حاسبات ومعلومات تقريبا في كل محافظه، بتهيألي كل جامعه فيها كليه حاسبات ومعلومات، ليه احنا ما عندناش الديزاين المشهور، ما عندناش الديزاين اللي يقدر نقول يتنافس او حتى يجاري المبرمجين الاجانب؟ لان احنا عندنا بيبقوا داخلين الكليه مش منفتحين على المجال، او مش حابين المجال، المجال مش منتشر. يعني احنا عندنا في كليه الدفعه بتاعتي حاجه و70 طالب، حاجه و70 طالب، يعتبر فيه في حاسبات، فيه في بني سويف، وفي المنيا، وفي فلسطين. ده صحيح. حاجه و70 طالب لو قلنا على مستوى بني سويف بس، فشوف نسبة ال 71 أو ال 75 طالب اللي بقى الكليات التانية، كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية الطب. كل يعني حاجة عندنا، يعني معظم الأغلبية بيبقوا حاجة من الاثنين، طب وهندسة أو حقوق تجارة، دي أكبر نسبة عندنا. صحيح. لكن مجال تكنولوجيا المعلومات مفيش عندنا عدد فيه، مفيش عندنا ناس بتتجه للمجال ده. رغم إن هو مجال مش محتاج فلوس كتير، مش محتاج برضه في إن إحنا ننتج برمجيات، مش محتاج إن إحنا نعمل مصانع، إن إحنا نجيب آلات عملاقة، إن إحنا نصرف مليارات. لا بالعكس، احنا كل اللي علينا. انت لما جيت اتعلمت يا معلم، اتفضل، لما جيت اتعلمت كنت بتشوف البرنامج مصمم ازاي اجنبيا، وبتشوف تصميمه ازاي، او الفكره الابداعيه الموجوده في البرنامج ممكن تستفاد منه ولا لا؟ ولا ده صعب؟ لا مش صعب، بس هو افضل حاجه في التعليم ان الواحد ما يتعلمش على حاجه معينه. ان انت تتعلم الماده الخام، تتعلم الادوات اللي معاك، لكن ما تتعلمش على مشروع معين. اتعلم الماده الخام، وانت بعد كده انتج منها. انت معاك الادوات بتاعتك، ومعاك امكانياتك، ومعاك لغات البرمجه بتاعتك، انت استغلها في ان انت تنتج حاجه جديده. لكن ما تروحش تتعلم على مشروع معين، حد عمل مشروع بيشرح المشروع، فانت بتبقى ربطت نفسك ان انت بتعمل المشروع ده بس. هتيجي بكره وبعده مش هتعرف تصمم غير المشروع ده بس، مش تقدر تطلع من الدايره دي. لكن لما تتعلم الادوات بتاع البرمجه، وتتعلم ازاي تستخدم الحاجات دي، تقدر انت تقدر بخيالك بعد كده تنتج حاجه ما كانتش موجوده. طيب انا بلاحظ يعني من خلال برنامجنا يا شباب على النت، من اول ما بدات مع الزملاء فيه، بلاحظ ان حتى معظم المتفوقين في البرمجه فيهم ناس كتيره جدا مش حاسبات ومعلومات. رايك ايه؟ لان